تاني مواضيعنا الطبية حتكون عن استفساراتكم على صفحة دوس لنساء الحوامل المقبلين على الولادة. مواضيع كتير رح نخبركم ياها اليوم لمرحلة ما بعد الولادة. هالمواضيع رح تكون خاصة بطفلكم ولكن هالمرة عن طريق ترجمة لسانه. ولأنه ضيفتنا اليوم رح تخبرنا عن الطب بلسان الطفل، رح نتعرف كيف لازم نعامل الطفل من فترة الشهور لفترة للخمس أو ست سنوات عن طريق لغة جسده وحركاته أو حتى عيونه. تفاصيل كثيرة رح نعرفها مع الطبيبة وصانعة المحتوى الطبي الخاص بالأطفال الدكتورة سماح محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. كيفك دكتورة؟ أهلا فيك دكتورة. ونحن بالأكثر والله. يعطيك العافية. هلأ عرفنا أنه أنت كنت حقيقة تعبانة ومنهكة ومع ذلك جاي تخبري هالموميات هدول المواضيع. واجبي. حبيبة قلبي. هلأ بداية دكتورة، شو ممكن نخبر الأم الحامل اللي مقبلة هلأ على الولادة؟ شو ممكن نعطيها نصائح؟ تمام. هلأ أول شغلة، يمكن أول نصيحة بدي أقدمها لكل ماما هلأ حامل، هي أول شغلة فكرة تقبل أنه شعور أنك أنت عم تجيبي بيبي جديد على هالحياة، وشعور أنه أنت في شيء رح يتغير عليك بحياتك. يعني كتير في يمكن عالم بيقولوا للماما أول ما بتكون حامل أنه بكرة بس تولدي بتنامي، مع أنه هي الشغلة ما أنا موجودة. أنت من بعد ما بده يصير عندك بيبي بدها تغير كل حياتك، بدها تغير كل مشاعرك، بدها يمكن يعني حتى البيئة اللي حواليك كيف بدها تطلع عليك، كيف بدها تنتقدك، كيف بدها تبلش تتدخل بتربيتك لطفلك. فكتير يعني كتير مهم أنه الأب والأم يكونوا متفقين على خطة محددة واصلين نحن فيها بعد الولادة، أنه أنا هذا الطفل هو طفلي، أنا حرة فيه. وكمان أنه كتير مهم أنه يساعدوا بعض. يعني صحيح. كتير ممكن أنه الأم يصيبها كآبة ما بعد الولادة أو اكتئاب ما بعد الولادة. كآبة ما بعد الولادة بتروح بأسبوعين أوكي، بس اكتئاب ما بعد الولادة هو عبارة عن مرض اضطراب بحاجة لعلاج نفسي، بحاجة لدعم نفسي. فكتير مهم على أنه نحن نقدم الدعم النفسي للأم أثناء الحمل وما بعد الولادة، هذا الشيء كتير مهم. كمان للتخطيط ما بعد الولادة، يعني انت وقت بده يجيكي بقى بيبي جديد بده مثل ما قلت انه تتغير حياتك كلياتها، لازم كلياتهم يساعدوكي على هذا الشيء. يعني كثير من الامهات للاسف انه مثلا وقت بيجي البيبي الجديد بيحسوا انه هو ما لازم يبكي، انه هيك بيفكروا انه خلص انه انا كل ما بكي معناته انا ام مقصره او انا لازم اعمل له شيء. بس في فكره انه مثلا الطفل باول 3 شهور من عمره عنده يعني عباره عن حفله بكاء بتبلش من الساعه 7 المساء وبتمت شي ساعتين 3 ما الى اي سبب غير انه هن المخلوقات بكائيه بيعبروا عن احتياجات. تمام. بس اذا بكاء متواصل يعني اكيد ما فينا للام اذا بكاء متواصل ما يعني ما تتوتر، ما هو بكاء. تمام. هلا هو اكيد البكاء يعني لو متقطع بنقدر نحكي فيه انه هو بيبكي شوي بينام شوي بيرضع شوي، بس البكاء المتواصل حتى ما فيك يعني تطنش الموضوع. هلا حدا عم يزن فوق راسك. تمام. يعني هي ما فيها تطنش الموضوع، بس انا ما بدي اياها تحمل الموضوع اكثر من حجمه. يعني لفرض المثال بيبكي شوي شي ربع ساعه مبوس خلص عليان صوت، هذا غلط. فهمتوا كيف؟ يعني هو كتير بيعبر عن اي شيء عنده. يعني اذا هو ما انه متاقلم مع بيئته رح يبكي. بس احيانا يعني هو بكاء عن بكاء بيفرق. هي حتفهم انه هو بكاء الجوع مختلف عن بكاء انه هو هي وقتها بدها تصير مع الخبره. المي تماما وقتها بدها تصير مع الخبره. في كتير امهات بيعانوا من هي القصه انه ببلشوا يتدخلوا، تدخل الحمايه او تدخل الام انه عم يبكي او حتى الاب انه ليش عم يبكي سكتي لازم ايوه يسكت. ف شوفي ابنك انه تمام شوفي ابنك انت ام انت بتعرفي تربي انه هذا غلط. يعني انت لحتى تتعودي حتى على ابنك مثل ما قلت لك انه مثلا هي الساعه ساعتين اللي عم يبكي فيها انه هي شغله عاديه. يعني صحيح. في اطفال بهلا 3 شهور هي طبيعتهم هي عباره عم تعبر عن البكي. مو انه كل بكاء هو بيدل على الم، او مو كل بكاء بيدل على جوع، او مو كل بكاء بيدل على حاجه معينه. احيانا بتكون مجرد حاجه نفسيه. فانه انت بدك تفهمي على طفلك، لا تخلي حدا يتدخل فيه. انا هذا اللي قصدي منه. تمام. فانه ما تحملي حالك اكثر من حجم القصه يعني. تمام. طب دكتوره حنفترض انه هي خلص ولدت. تمام. شو اول شيء لازم تعمله او تفكر فيه بعيدا عن زينه المشفى وما بعرف شو بلا 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 والمباركه؟ شيء بهمها وبهم طفلها، وخلينا حتى ممكن كمان يهم زوجها يعني عائلتها الصغيره. تمام. هلا هي مجموعه توصيات او مجموعه نصائح بتصير مع البيبيات بالبدايه. اول شغله بيجي البيبي وزنه مثلا 3 كيلو، بعد يومين 3 بيصير وزنه 2.7 كيلو، ولي ما عم يشبع دخلوا الصناعي. لا طبيعي حيخسر 15% من وزنه خلال الاسبوع الاول. 10 ايام
تمام بده 10 ايام بيخسر السوائل اللي كانت مختزنه بجسمه بسبب الهرمونات اللي موجوده بالحمل. فهي وحده من التوصيات اللي كثير مهمه انه نحن نلاقي اياها للام. ثاني شيء انه في كثير امهات بيعانوا بالبدايه ما بيعرفوا يرضعوا ابنائهم، او بتكون الحلمات كثير صعبه على الطفل، ما عم يعرف يمص، ما عم يعرف ياخذ من امه، فانه شو بيعملوا؟ بيضلوا مثلا عم يحاولوا بس ما بيصيروا بيروحوا للمي والسكر ولليانسون شغلات الغلط ولهالقصص الغلط. نحن اذا ما قدرنا نرضعه بندخله حليب صناعي مناسب لعمره، تمام؟ بس كمان انك تتركيه بدون اكل هذا كمان شيء غلط. نحن للاسف عم نشوفه لهي الحالات بالمشافي، عم يجوا بيرقان متقدم تمام نتيجه التشفاف اللي عم يصير، لانه الاهالي ما عم يعرفوا انه طيب هو ما عم يرضع، فانه عم يفوتوا له شيء ما عم يفيده. المي والسكر ما رح يعطيه الغذاء اللي انا لازم اني اعطيه بالحليب. فانت حصرا بدك تعتمدي باول 4 شهور من حياه الطفل على حليب امه او على الحليب الصناعي. انا ما عندي مشكله فوتوا للحليب الصناعي، بس فوتوا لسبب، تمام. يعني انا اكيد ماني مع تفويته، نحن بنحاول قدر الامكان دائما انا بنصح الام حاولي حطي على صدرك شو ما اخذ منيح، اذا ما اخذ وقتها بتفوتي انت الصناعي، غير هيك لا. من هذا الموضوع بدي اروح على موضوع ثاني اسمه طفرات النمو. هذا الشغل يعني هيك الشغله كمان كثير بيتسالوا عليها الامهات، انه يا دكتوره عم حطه على صدري عم يرضع يرضع، بعد نص ساعه بده يرضع، بعد ساعه بده كمان يرضع، بفيق بالليل بده يرضع، كل ساعه بده يرضع. هو اول شهر بنفهمها اسمها رضاعه متقطعه غير منتظمه، يعني هي بتفكر انه لازم انه مثل ساعه او منبه كل ساعتين ثلاث ساعات بس انه انا هلا من 10 دقائق رضعته. فبتستغرب نحن دائما هي بنحاول نوعي الامهات لهذا الموضوع، انه نحن بهاي الفتره اول شهر بنسميها رضاعه عشوائيه، يعني ما في وقت محدد، هو كل ما يطلب رح نعطيه، ومنه هالشيء بيفيدنا كمان بموضوع الادرار، لانه اصلا دره الام غير ثابته بهي الفتره، يعني كل ما بيزيد المص بيزيد الادرار، بننصحها بهالشيء كثير ايجابي. تماما. وهي الفكره انه بطفرات النمو هن هي بيفكروا ما عم يشبع من حليبي، فبدي ارجع ادخله حليب صناعي. هي دائما عندها هذا الاحساس دائما انه بتفكر انه مو شبعان، مع انه هو نادرا انه حتى الطفل ما يشبع من حليب امه، يعني غالبا حليب الام بيعطي التغذيه المناسبه للعمر للطفل بكل عمر، يعني هو بكل شهر عم يتطور حليب الام بما يناسب حاجه الطفل. فهي طفرات النمو بتمر بمراحل محدده، غالبا شهر اول، شهر ثاني، شهر ثالث، شهر سادس، شهر تاسع، واحيانا يعني تقريبا كل حياه البيبي باول سنه، بس كثير مهم انك تطولي بالك عليه. صح. يعني هو صحيح عم يطلب زياده، بس انه اذا بتقدري تضلي على الحليب الطبيعي احسن، تمام. وحتى لو انه عم يطلب زياده انت عم تعطيه، انت مانك مقصره بحقه، بس لانه عم يكبر بسرعه احيانا بينمو بسرعه فبتصير حاجاته زياده عن وانا عم فكر خليكي انت والدكتوره رشاد تتناقشوا بموضوع الاطفال كونه الاطفال وانا روح شوف هالمامي كيف بدي زبطها بعد ما خلفت تعملي نشاط بطن تماما والله القصص اللي زعجتها ضروري الام تعتني بجمالها، وضروري انه دائما تكون صحتها النفسيه يعني كثير مرتاحه، لانه صدقا يعني اكثر امراض الاطفال معتمده على الام. توتر الام بينقل له مغص للطفل، توتر الام صحيح. بيخلي امراضه تزيد، توتر الام بيخليه هو كمان يتوتر، بيخليه يبكي اكثر، بيخليه كذا، فكتير مهم انه هي التوصيه كمان تكون. طيب دكتوره، هلا كبر الطفل وفتنا بمرحله المكاغه، اذا ردينا الرياكشن التفاعل مع الطفل بهذا الموضوع شو ممكن يدل؟ يعني كثير في عالم بتسالني انه يعني انه هو عم يقاغي لي انه هو عم يفهم علي يعني بيضحك بننبسط بطير عقلنا كثير عم يفهم عليك، بالعكس يعني حديثك مع الطفل وخاصه دائما انا بركز عليه حديثك يكون هادئ، يكون بجمل كثير قصيره، تكون محدوده، تحاول تكررها قدر الامكان، يعني انت الشيء اللي بدك اياه يخليه يحكي كرره، يعني انت قاعده مع طفلك قولي له انه مثلا هي عيون زرقاء، هي عيون خضراء، رجعي عيدي اكثر من مره، هي عيون زرقاء، هي عيون خضراء، هو بيصير كلها هي بتنحفظ، يعني بتنحفظ بدماغه، كل شيء بينقال قدام الطفل بينحفظ له. بس كثير مهم انه من اداب الحديث مع البيبي وقت هو بيقاغي له بدنا نسكت ننطر، لانه هو بسمع الحديث رياكشناته بطيئه، تمام، فبدنا ننطر عليه لحتى يخلص مقاغاته. وكثير حلو انك تردي له بنفس طريقته، هو بيفكر انه هي طريقه التواصل، فانت هو عم يقاغي لك قاغي له بنفس النبره، قاغي له بنفس الطريقه، فهو رح يفكرك انك انت فعلا انك عم تحكي معه، هو رح ينبسط، يعني انه هذا الشيء هيك بيرجع له هيك بشعور حلو. وكثير مهم باول 3 سنين يعني نمو دماغه الاجتماعي هلا عم يبلش، فكثير مهم انك انت تحكي معه. وعلى فكره بيحس الطفل، يعني حتى انت وقت بتكوني قاعده بمجلس وانت مانك عطيتي اهميته بيصير يبكي لحتى يلفت نظرك، حتى تمام تهتم انا موجود وينك، انه يعني تعالي حاكيني. فانه هي الشغله كمان يعني نحن بنركز عليها. في شغله عن الابتسامات عند الطفل قبل عمر الشهر لشهر ونص، ابتسامته للطفل هي عباره عن حركه عضلات فقط لا غير، هو ما عم يبتسم لك لانه هو عم يضحك، بعد بيطير عقله ان احنا انه هو ضحك لي. على سيره بيطير عقله، بنلاقي كثير هلا يعني خصوصي لما مثلا خاله بنت خاله اي حدا من القرايب
بيجيهم بوبو جديد على العيلة بتلاقيها مصورة ستوري على الانستغرام وهي حاطة اصبعتها بايدها وبيحبني وعمي كز ايده علي وخلص الغرام اليوم. هذا الشيء هو موضوع طبي نحن كدكاترة بنعرفه، بس إذا فينا نوضحه للمشاهدين أكثر. تمام، هلا أنا بدي خيب أمال كثير، أنا آسفة من هلا، بس هو منعكس. يعني أنت بتحطي إصبعتك بإيد البيبي هذا منعكس، اسمه منعكس الإطباق، بيظهر من عمر الولادة، بيروح لخمس أو ست شهور، عبارة عن منعكس لا إرادي وبدل أساساً على صحته وسلامته. تمام، بدل على صحة الجملة العصبية عنده، وهذا الشيء فيكم تجربوه بإيديه للبيبي وبرجليه. يعني حتى برجليه هو بيعمل اطباق. تمام، وكمان يعني انا مثل وقت بيجوني الاولاد بفحصهم بعد الولاده، فانه بعمل منعكس مورو، فانه تعملي مورو انت بتتركيه تفلتيه للبيبي وبيعمل حركه انه بيفتح مثل الجراح. تمام، فانه بسم الله على القلب شو صار. هي ما خرج تعمليه قدام الاهل ابدا، المنعكس لا تعمليه قدام الاهل. انا بقول لهم بدي العب رياضه هلا، فانه هن بيبصوا طلعوا هيك انه اوه شو صار له، وقت بيشوفوا انه هيك كيف بنمسكه، فانه هي طبيعه البيبي يعني من الاساس. تمام، يعني هو بيحبكم لكن مو بهي هو ما بيحبكم، هو ما هو منعكس طبيعي مع الاسف. تمام، ما بدي خيب امالكم، بس هو هيك. حتى في عنا يعني الحبو تبع الطفل، انت وقت تاخذي بيبي بعمر 3 حتى 4 شهور ببلش يمشي شوي على بحضنك، هي مانا هي حتى هي انه لا اراديا عنده من منعكساته العصبيه، فكمان بيفكروا انه مشي بعمر 3 شهور مشي تسلى الجيران والحمايه وابني بلش كثير ما شاء الله خذيت العين. فهي الشغلات يمكن هيك العالم بيستغربوها، انه وخاصه الخاله الغليظه اللي بضل قاعده هيك حاطه اصبعتها بايد البيبي وهو عجب بيكون كرهان حاله منها. تمام. طيب هلا دكتوره، اذا بدنا نحكي بمراحل عمريه متقدمه، يعني هلا صار الطفل واعي، صار يفهم على الام والاب، طب شو ممكن الشغلات اللي يقدموها الاهل لاولادهم بحيث انه ما يحسسوهم انه هن بنوع من الحرمان محرومين او بنوع من الحرمان؟ هلا ليكي، انا دائما بقتنع بتربيه الطفل او بسلوكياته للطفل، نعتمد على انه نتعامل مع كل طفل بحاله على حده. يعني انا ما بدي اني ربيه مثل ما ربيت اخوه، ولا بدي ربيه مثل مثلا ما اختي مثلا ربت اولاد. وما نقارن، كثير ضروري. المجتمع بيضغط كمان، بيلعب دور، يعني المجتمع العام هو شو عم يشوف، شو عم يكون حواليه بالجيران، عم يشوف شو عم يتقدم له الألعاب، انه هذا عم ياخذوه مشاوير، نحن ما بنطلع هيك، عرفتي؟ فهي الشغلات بتعمل ضغط شوي عند الطفل. تمام، هي ضغط نفسي على الطفل وضغط نفسي احيانا على الاهل، انه مو قدرانين بالطفل. تمام، بس الفكره انه كل طفل وقت بيخلق بيكون له يعني طباعه الخاصه فيه، بيكون له نموه العقلي الخاص فيه، بيكون له حتى تطور روحي الحركة اللي خاص فيه. يعني في منهم مثلا بيمشي على عمر السنة وشهر، في منهم بيمشي على عمر 9 شهور، في منهم بيمشي على عمر السنة ونص، في منهم بيتأخر أكثر وما بيكون شيء مرضي، فهذا الشيء طبيعي. وحتى مثلا وقت بيحكي، هلا أنا الفكرة اللي بدي أحكيها إنه حتى من أول ولادته البيبي له طباعه. يعني أنا هلا وقت بنزل مثلا لحتى طلع بس يطلع البيبي من التوليد، فانه انا بيجوني بيبيات حرفيا بيبكوا كثير وكهينين، يعني هو من اول ثانيه بيطلع انه مثلا بيتحرك كثير، بيبكي كثير، هيك طبيعته. وفي منه هادين، يعني فهمتي كيف؟ انه هو طبيعته تماما، طبيعته بتطلع من اول ما بيخلق. فانت بتعرفي ابنك، انا بقول لك انه انت عم تتعرفي عليه حرفيا، يعني انت اول سنه سنتين انت حرفيا عم تعرفي على شخصيه الطفل، فلا تبني احكام بناء على شخصيات ثانيه، بناء على شخصيته انت بلشي ربيه وحرفي سلوكياته. يعني كل واحد مثل ما قلت لك، في عالم مثلا خجوله عندها ابداعات بس خجوله، وفي عالم لا، في عالم جريئه بتحب انك انت تحكي معها بجرأة. فانت بدك تعرفي انك كيف تتعاملي مع طفلك، فكتير مهم تكوني مثقفه طبيا. تمام، يعني تكوني انت فعلا عم تتابعي شيء صح، على مختصة بالتربية. تمام، أنا كثير مع هذا الأمر، على مختصة بالتربية وبسلوك الطفل تعرفي تتعاملي معه صح، لأنه أحيانا كلمة واحدة بتحكيها مع طفلك بتأثر كثير. اليوم كانوا عم يستشيروني لطفل عمره 4 سنين عم يصير عنده تبول لا إرادي بالليل، فإنه شو عم تعالج الأم المشكلة؟ عم طيط عليه. طب أنا قلت صغير، هو عمر 4 سنوات، طبيعي هو طبيعي بهذا العمر. تمام، الفكرة اللي قلت لها إياها إنه طبيا نحن بننظر التبول اللا إرادي ليكون العمر 6 سنين، قلت لها أنت عم تعيطي عليه بس دماغه مو فهمة، يعني أنت إذا بتعيطي عليه من هلأ لأربع سنين ما رح تستفادي. صح، فإنه أنت ما عم تحلي المشكلة، أنت عم تزيديها، فأنت عم تأثري عليه. يعني ولهيك نحن بنحكي مثلا بتنظيف الطفل كثير بننصح إنه قبل عمر السنة ونص لا تبلشي تنظفي طفلك، لأنه هو ما عم يفهم دماغه يا جماعة، علميا المسرة ما بيقدر يضبط المسرة. وإذا أنت حاولتي تضبطيها إجباري عنه رح تأذيه، رح تعملي له أذية عضوية، يعني كنا بأذية نفسية، بس صرنا بأذية نفسية وعضوية، فإنه أنتوا لوين رايحين؟ تمام، كونك جيتي على ذكر هذا الموضوع دكتورة، بدي منك هلا خرافة شفتيها هذا الأسبوع بالمشفى.
وتصححي لنا اياها هيك لفتت نظرك. هلا والله لك الشيء اللي كثير زعجني فيه لحد الان كثير مزعوجه منه هي المي والسكر. جاييني طفل اعطينه مي وسكر واصل اليرقان عنده متقدم لدرجه جاييني مثل الليمونه للاسف يعني، ومعلش خليني خوفهم يوصل لليرقان النووي يعني. هو هاي الفكره انه هن كانوا توأم، فالصبي عاش والبنت ماتت مع الاسف. للاسف وصلت من هي الخرافه انه مي وسكر. يا جماعه مي وسكر لا تعطوا، بوس ايدكم والله مو هو الحل يعني. تعبنا ونحن نحكي كثير، فانه هي الخرافه تمام. هي الشغله انا كثير كثير تزعجني لانه عم تاذي الطفل وعم توصله لحالات يعني. حتى المي والسكر احيانا عم تعمل انتانات معويه عند الاطفال. صحيح. وبتعمل اقياءات، بيجوا لعندي الاهل انه والله عنده اقياءات وصفره وعم يستفرغ بعد الاكل، انه شو السبب؟ شو اعطينه يا جماعه؟ اعطينه مي وسكر طبيعي، هيك بده يصير فيه. تمام. فانه ليش عم مو بس مي وسكر، مي التفاح، مي التمر، مي الرز، حالات كثير خاطئه. لازم بقى نوعي الاهل بهذا الموضوع. تمام. وفي خرافه هيك حلوه بيقولوها انه لا كثير ترضعي طفلك مشان ما تتوسع معدته. ما بعرف من وين جايبين لي اياها لهي الخرافه يعني. جديده متطوره هي. هي متطوره. فانه لا اعطي طفلك مثل ما بده، ما في اي مشكله. اذا هلا ما اخذ مثل ما بده، ما بده ياخذ مثل ما بده. لا انا هي الخرافه سمعتها باعمار اكبر، يعني نقول 6 أو 7 سنوات لطفله وقتها، الأم كانت عم تسالني انه بهذا العمر رح تبلش تتكون الخلايا الشحميه، انا عامله عليها حصار على السكر والاكل، يعني عملت لها دايت وحرمان فظيع، انه هي بنظرها انه بهذا العمر رح تتكون الخلايا الشحميه وتتم على تكبر تصير صبية وما بدها تفوت بالبدانة للأسف. فإنه لا، الطفل عنده كتير حاجات غذائية وأنت لازم تدميها كلها، ولازم تدمي نظام غذائي متوازن، وما في مشكلة ياخد على راحته، وخاصة بالأعمار الصغيرة. وهي كمان شغلة أنه رضعيه قبل ما ينام لحتى ينام أكثر. أوعك أوعك خلال الليل، الإدرار بالليل، رضاعة الليل، حليب الليل كتير مفيد لصحة البيبي. رضعوه بالليل ولو أنكم تعذبتوا. هو هيك الطفل أول ما بيجي خلال أول سنة بدنا نتعذب، بدنا نبذل جهد، بدنا نعطي روحنا لهذا البيبي، بس أنك تحرمي رضاعة الليل مشان هاي القصة فممنوع من عم بعد. هو بالنهاية مسؤولية، ولازم يكون الواحد أدران تماما عرفان وين فايت بهالمسؤولية، لأنه هي بالنهاية روح هو مسؤول عنها. صحيح. شكرا كثير دكتورة لوجودك معنا لليوم، كالعادة الحديث معك جدا ممتع ولا يمل منه، لكن داهمنا الوقت. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. وشكرا دائما للاستضافة، وأنكم عم تساعدونا بتوعية الماميات، وماميات المتابعين كثير بيحبوا حلقاتنا يعني معكم، فإن شاء الله دائما مستمرين. إن شاء الله يا رب. أكيد، يعطيكي ألف عافية دكتورة. شكرا.